ونحط يشدها، وقد لا يكون الشد كافيا لمواجهة عواصف الشتاء التي باتت تقسو على تلك الخيام وقاطنيها بالأمطار والسيول تارة وموجات البرد والصقيع تارة أخرى. ولعل صمودها في وجه العواصف يدفعنا للتأمل والنظر بعين لم نكن نرى بها، وقد ندرك حينئذ أهمية الشيء في نظر أصحابه. تجي أنت من برا بتشوف مخيم وبتشوف خيام، بس هو شبه مخيم لأنه الخيمة بتحسها من برا واقفة، تفوت لجوا بتلاقي الناس حطت ثيابها رقعت فيها، البطانية اللي عم تتغطى فيها، بيكون الدنيا شتاء بتنزل الخيمة مي، بيشيل البطانية اللي عم يتغطى فيها ويرقع خيمته. وإذا بدك تعرف كيف الخيمة واقفة وعم تسأل حالك إنه ليش الخيمة، كيف الخيمة واقفة وبعد 8 سنين، تعال وفوت وشوف بتعرف كيف الخيمة واقفة لهلا. يعني خلاص أحسن من هيش. إذن هي سياسة الشد والترقيع التي لا بد منها لخيمة تجاوزت عمرها الافتراضي بسنوات، هكذا يقول الأهالي ويؤكدون استمرارهم في ترقيع الخيام بما توفر من متاع إلى حين عودتهم إلى منازلهم. الخيمة يعني كلياتها أكثر من سنة ما بتقيم معنا، بس ولكن حتى عم نستغنى عن البطانيات اللي عم ندفع عليهم عم نحطهم، يعني منقول الله يفرج علينا هاليوم قبل بكرة لنرجع الضيعة، بس أشو يعني عفنت كلياتها الله وكيلك، عم نستغنى عن الحرامات وعن اللباس وعن الكل، يعني منقول يا الله الله يفرج علينا. يعني لا خيام ولا بطانيات ولا شيء بدي، ولا حصر ولا سدج ولا شيء، يعني رب العالمين سيروح الخيام وعمرناهن السيار والله، وبطانت لعنا شنها من علينا وعم نرقعوا الخيام بهن، وبتتفضل تشوف من برا ومن جوا نفس الشيء، نستنى نت الشمس حتى تطلع تقعد على الشمس، حتى السنه تدفي مثل العالم طعنا البرد، الله وكيله. يقدر العمر الافتراضي لتلك الخيام بعام واحد وقد يستمر لعامين، لكن ومع ضعف الاستجابة الإنسانية وتراجعها لم تستبدل معظم الخيام منذ أن نصبت قبل 8 سنوات، وهذا ما يفسر حجم الضرر الكبير مع اشتداد عواصف الشتاء. ظنوها مؤقتة فاستدامت لسنوات، وفي كل عام يعيدونها إلى الحياة بعملية الشد والترقيع تلك، ولسان حالهم يقول عله العام الأخير مع بؤس الخيام. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريفو إدلب.